يعني بالنسبة للي حصل امبارح ده، يعني موقف صغير جدا. انا وانا خارج من العزاء لقيت لمة كبيرة جدا جدا من الشباب ومندفعين وهاجمين عليا، اللي عايز تصريح او اللي عايز كلمة او اللي عايز يتصور او كده. والحقيقة أنا كنت مستعجل ومتأخر، فقلت لهم معلش يا جماعة ومشيت، ولكنهم تدافعوا بشكل جامد، وناس شدتني من كتفي من ورا ومش عارف ايه، وواحد كان بيزاحم وبيحاول يتصور صورة سيلفي، فأنا وعيته كده بإيدي. الحقيقة أنا ما كنتش واخد بالي إن هو يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلا ما كنتش هوعى إيده، ولكن يعني هو ده اللي حصل. وظل التدافع دوت مدة طويلة، يعني 50 60 متر وأنا ماشي. بس هو ده يعني باختصار شديد اللي حصل يعني. وطبعا الشاب ده يعني لو كان زعل او اي حاجة، ف يعني انا بقول له حقك عليا وما تزعلش. انت شفت التدافع والزحمة كان شكلها ايه؟ مش اكتر من كده. بس اشكرك.